كما انطلقت قافلة طبية بأبو رماد تابعة لمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد بأن القافلة وقعت الكشف الطبي مع صرف العلاج ل 138 حالة بمختلف التخصصات الطبية. وأشارت القافلة الطبية إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.